السلام عليكم. خوشي صلى الله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا طلعته من الجيب. ليش؟ أول شيء الدجاج نقعته بطحين وملح وليمون، تخليه 10 دقائق علشان تروح الزفارة. وعندي العيش مغسول ومنقع، كثر ما تخلي يعني تنقع العيش يكون أفضل للحبة. دجاج غسلته، عندي بهارات كركم، لومي أسود، ليمون، معجون، راح أخلطهم مع بعض. نقول بسم الله، نحط معه معجون. بسم الله، عصرت الليمون عليه، الحين أخلطه وقعد مع بعض. لا تنسى الثوم، مكعب موجي بعد، حطه معه واخلطه. نجي الجدر الضغط، شوف البصل دوائر، نحطه ونخليه دوائر. هذا فلفل أخضر بارد بعد، نحطه فوقه وننشره قاعية الجدر. هذا زيت زيتون، نحط فوقه زيت زيتون بس ما نكثر، شوية عادي يعني. وهذه خلطتنا الدجاج، نحطه فوقه بالضبط، الرص الراس فوقه. هذا الخلطة شفتوها، صفيناها، ما تحط ماي أبدا، طبق الجدر عليه. وهذا النار، حط الجدر عليه، طبق عليه، بعد ما ينسم إن شاء الله تحسب له 20 دقيقة. شوف نسم الحين، قصر على النار وخلى 20 دقيقة بإذن الله. وهذا جدر ثاني في ماء واسد، عشان أحط عليه هيل، قرنفل، دارجين، فلفل أسود، حط عليه. نحط الملح، قياس العيش. هذا نسيت لاحط فيه ملح، لكن راح احط فيه ملح ان شاء الله بعد ما افتح الجدر. قبل اخلص هذا بعشر دقائق، شوف حط العيش على الماي هذا. بسم الله، العشرين دقيقة خلصت. السناب الجاي بتكلم عن العيش او الرز. الرز او العيش لا تطبخه كامل، خلى تقريبا 75% منه مستوي. والحين نفتحه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. حطيت عليه ملح شوية، والحين هذا مو مستوي حيل، لا تقريبا 70-75% منه مستوي. هذا العيش المشغول حطه فوقه. تشخل العيش على ماي، حطه فوق. ايش وما كملته كله، لا تنسى البطاط، حطه فوقه. والحين احط العيش فوقه لاني نسيت، معلش. شوف صف العيش، صف الحين اخر ترى حب شوي، انا ذقته حب. طبقت الجدر عدل، شغلت النار عليه، بس لا تخليها عالية حيل، لا زينة، بعد ما يصفر 10 دقائق أو أقل. كان العيش مشغول يعني 75% مستوي، من يصير تنسيمة عادية، قصر على النار 10 دقائق. لون الصفار الزعفران، هذا مو شرط. ها تقريبا صار له 10 دقائق على نار هادية. سكر النار، نقول بسم الله. والحين نشيل السلام، هذا ماي زعفران، نحطه فوقه. الحين في طريقتين، تقدر تقلب الجدر، تقدر تاخذ وتحط. انا باخذ الطريقة الثانية، اني اخذ واحط. نقول بسم الله.
والحين اللي بقى عيت الجدر اخذه من تحت بسم الله الدجاج واحطه فوق. وهذا الكبسه خلصت او العيش المشغول طلعت ممتازه 100%. ما شاء الله تبارك الله.